بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحب بحضراتكم في برنامج ليه أنا مسلم. وما زلنا في حلقات برنامج ليه أنا مسلم، ويا رب إن شاء الله الحلقات اللي فاتت تكون عجبتكم. وحلقة اليوم هنتكلم عن إن الإعجاز العلمي الموجود في القرآن الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه أكثر من 1400 سنة. 1400 سنة القرآن والإسلام سبق العلم بفضل الله تعالى. إزاي؟ هنشوف في حلقة اليوم إزاي. بس هحكي لك قصة صغيرة جدا ومن خلالها هنعرف بفضل الله تعالى. في مجموعة من العلماء طلعوا فوق في الفضاء فوجدوا ان مجموعة من الويفز، مجموعات من الويفز اللي هي الموجات، وجدوها وبصراحة مش عارفين هل جاية منين، ما قلت المصدر، هل يا ترى جاي من الأقمار الصناعية، هل يا ترى معقول مثلا انه في ويفز او موجات طلعت من كوكب الأرض وصلت كمان الفضاء فوق، فاستعجبوا إزاي. ولكن سبحان الله بعد ما عملوا دراسات، والكلام ده كان سنة 1967، عملوا دراسات لمدة 30 سنة، فوجدوا إن في نجوم. هذه النجوم قاموا بدراسة وأبحاث عليها فوجدوا إن هذه النجوم تصدر موجات كهرومغناطيسية، موجات كهرومغناطيسية. ولكن سبحان الله هذه الموجات وجدوها من نجم أو من عدة نجوم. هذه النجوم لما قاموا البحث عليها وجدوا أن الكتلة بتاعتها أكبر من كتلة الشمس، وقالوا لو أخذنا حجم مكعب سكر منها سيزن 100 مليون طن، أي ما يعادل تقريبا جبل. وجدوا كمان أن جاذبية هذه النجوم ما يعادل أو أكثر أيضا من جاذبية الأرض ب200 بليون مرة. تخيلوا، دي حاجة كبيرة جدا. والكلام ده مثبت وهنشوف فضله تعالى الآن من موقع وكالة ناسا. قاموا علماء أو مجموعة من العلماء، علماء الفلك، بهذه الدراسة وأثبتوا أن هناك نجوم تصدر هذه الأصوات. هذه النجوم سموها نجوم نيترونية. طب إيه معنى أصلا نجوم نيترونية وإيه مفهومها بالضبط؟ طبعا معروف إن النيترونات هي أصغر وحدة بناء أو مكونات دقيقة داخل الذرة، ونعرف إن الذرة أصغر وحدة بناء في الكون، تتكون من نواة وبداخلها أيضا جسيمات. موجبة الشحنة تسمى بروتون، جسيمات أخرى عديمة الشحنة تسمى نيترون. وهذه النيترونات أو هذه المجموعة أو الذرة مغلفة بإيه؟ بإلكترونز. ومعروف إن أصلاً الإلكترونز شحنتها سالبة، سالبة الشحنة، مغلفة حواليها. عارفين حضرتكم زي إيه بالضبط؟ زي كده هنقول المجموعة الشمسية. لما تكون المجموعة الشمسية في السنتر، في المركز، والكواكب المجموعة الشمسية بتدور حواليها، نفس الفكرة الإلكترونز. عندما يتحد الإلكترون السالب مع البروتون الموجب ينصهر هذا الجسيم وينتج عنه كمية من الطاقة تتحرر، فيصبح جسيم واحد يسمى النيترون. وده نبدأ عمل فكرة النجوم النيترونية. طب إيه علاقتها بموضوعنا؟ موضوعنا طبعا علاقته انه هذه النجوم بيحصل له روتيشن زي دوران، بير يعني 100 بير سكند، متخيلين؟ يعني 100 دوران او 100 لفة على الثانية الواحدة.
ده اللي بيحصل، او اللي بيحصل لايه؟ للنجوم النيترونيه. طيب هذه النجوم النيترونيه لما بيحصلها روتيشن بيصدر عنه ويفز، موجات كهرومغناطيسيه، راديويه كهرومغناطيسيه. هذه الموجات العلماء وجدوا انه سبحان الله لها مجال، مجال بيصدر عنه الويفز. ممكن هنا واحد هيقول له طب هل بيسمعوا صوت؟ هقول لك انت لو قربت جدا منها ممكن يصدر صوت. طب ممكن بعض المتشككين هيقولوا ازاي ينتشر الصوت الفراغ؟ طبعا لازم تعرف كويس، اي نعم كلامك صحيح، ولكن هذا النجم بيصدر صوت قريب جدا منه، وزي ما احنا شايفين صورة هنوضحها لحضراتكم، محور الدوران عن نجم نابض. بمعنى انا مثلا افترض الان انا كنجم، الان هذا النجم انا واقف عندي فلك او مدار حواليا، هذا المدار فقط، الان هذا المدار ده اللي بيصدر عنه صوت، لكن عندما يتخطى لا، لا يصدر صوت ولكن قد يصدر ويفز، تمام، ترددات. لما وجدوا علماء الفلك اخذوا بالاجهزه بتاعتهم هذه الويفز وسجلوها عندهم، وقاموا بالبحث فوجدوا ان هي بتصدر صوت يشبه صوت نبضه القلب او صوت شيء بيطرق. بمعنى لو جيت انا الان مثلا طرقت على خشب او طرقت مثلا على باب بخبط بالشاكوش، نفس هذا الصوت، وان شاء الله هنسمعه. انا جايب عند حضراتكم الان هنشوف من مواقع وكاله ناسا، من مواقع اجنبيه معتمده، هم الذي قالوا بهذا البحث وبينوا للناس، وده شيء معروف. يعني مثلا عند حضراتكم موقع لجامعه مانشستر عرضت هذا الصوت، مهتمه بمجال الفلك، بيقول وات از بالسر، يعني عباره اصلا ايه الشيء اللي بينبض ده، وشبهوها زي نبضات القلب، خلاص البالسر زي ايه؟ نبضه القلب. فعرفوا البالسر ده وتحته سجلوا بالبي اس ار، خلاص، وقالوا لتسجيل نجم بيتكلموا عنه للبالسر is a typical normal pulsar، وجدوه ان هو يشبه بالضبط نبضة القلب، بيحصل له rotating دوران with a period of 0.714519 per second. وجدوه انه عملوا دوران او اخدوا الدوران بتاعه فوجدوه بهذا الرقم، تمام. وقالوا عندما سجلوا او سجلوا هذا الدوران او هذا الصوت، هنسمع الان مع حضراتكم هذا الصوت، استمعوا كده. والموقع على فكرة الصورة عند حضراتكم تقدروا تدخلوا عليها بنفسكم، والموقع باللينك بتاعه ظاهر كمان قدامكم، فادخلوا وشوفوا بنفسكم. عدنا بفضل الله. زي ما حضراتكم استمعتوا للفيديو او هذا الصوت اللي احنا استمعناه اليه، سبحان الله يشبه صوت البلسر، يشبه صوت نبضة القلب، يشبه صوت المطرقة بالضبط. سبحان الله، ده مش بس هذا كمان، ده وجدوا ان هذا النجم عندما قاموا بتسجيل هذه الاصوات مش بيصدر صوت فقط، ده وجدوا ان كمان بيصدر اشعاع قوي جدا. هذا الإشعاع متوهج ويقدر كمان يثقب أي شيء يقف أمامه، سبحان الله. والكلام ده مش كلامي والله، الكلام ده مع حضراتكم نقدر نشوفه بإذن الله تعالى من مواقع فلكية، موقع وكالة ناسا الرسمي، مش مواقع مزورة أو بنخدع حضراتكم، تقدروا بإذن الله تعالى تشوفوا هذه اللينكات بنفسكم. وزي ما شايفين احنا في الصورة قدام حضراتكم،
لصورة لنجم متوهج بالأشعة السينية ولنجم طبعا نابض يبعد عننا ما يقارب 800 سنة ضوئية. وكالة ناسا عرضتها بتاريخ 9/6 سنة 2000، تمام؟ وسبحان الله قطر هذا النجم بيصل ما يقارب 12 كيلو متر، تمام؟ 12 كيلو متر. بإذن الله أنا هنزل تحت الفيديو نفسه لينكات لكل الناس، سواء مسلم مسيحي أي إنسان باحث عن الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل صدقة جارية لكل إنسان باحث عن الحق ولأخوكم بإذن الله تعالى. طبعا حضراتكم لما وجدوا هذا الصوت وسبحان الله وجدوا أيضا هذا النجم بيصدر إشعاع قوي جدا، أنا عايز أوصل إيه؟ واحد يقول لي أنت توهتنا، وفي الآخر يعني أنت عايز توصل لإيه بالضبط؟ وهي علاقة هذا الكلام ببرنامجنا ليه أنا مسلم؟ هقول لحضرتك صراحة ليه أنا مسلم؟ أنا مسلم لأن الله سبحانه وتعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أن هذا القرآن حق. سنريهم أي سوف نريهم آياتنا، دلائل قدرتنا ودلائل خلقنا. الله عز وجل بيتكلم بيقول هذا الكلام في الآفاق، في أقطار السماء والأرض، أقطار السماوات والأرض، في الفلك، في الفضاء، وفي أنفسهم، في نفسك أنت، حتى بلوغ الغاية يتبين يتحقق لك أن هذا القرآن هو الحق، وأن الله عز وجل هو الحق، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، مطلع على كل شيء. سبحان الله، أنا عندي آية وسورة في القرآن ذكرت هذا الكلام أكثر، لها أكثر من 1400 سنة، متخيلين؟ لها أكثر من 1400 سنة. يا الله، الله عز وجل قال في سورة عندنا في القرآن اسمها سورة الطارق، الله عز وجل قال والسماء والطارق، الله عز وجل أقسم بمخلوقاته، أقسم بالسماء وأقسم بهذا الطارق الذي يطرق في السماء. قال وما أدراك ما الطارق، هل تعلم حقيقة هذا الطارق؟ قال النجم الثاقب بالألف واللام المعرفة، أن الذي هذا الذي يطرق عبارة عن نجم يصدر هذا الصوت. وكمان العلماء قالوا عنها هذه النجوم نيترونية أو نجوم المطارق العملاقة سموها، أو سموها بالنجوم النابضة. العلم تكلم بهذا الكلام له أكثر من 1400 سنة. عفوا، واحد الآن هيسألني هيقول لي ياه طب يا مؤنس معلش أنت كنت فين من زمان؟ الموضوع ده اكتشف في بدايته سنة 1967، كنتوا فين يا مسلمين؟ جايين دلوقتي بعد ما العلماء الغرب الأجانب الغير مسلمين اكتشفوا هذا الأمر، جاي تقول لي وتعمل هيصة وزنبريطة وعمل لي فيديو كمان وتتكلم يا مسلمين إن في نجوم نيترونية؟ اسمع مني هذا الجواب. الله عز وجل قال سنريهم أي سوف نريهم آياتنا في الآفاق الدالة على الاستمرارية والاستقبال. سنريهم آياتنا في الأفاق، الله عز وجل بيخاطب غير المسلم. الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق يعلم أن هناك أناس سيكتشفون هذا الأمر. لو اتكلمت عن معجزات خلاص أو دلائل مثلا لي محمد، أو عن معجزات فعلها لي محمد أو المسيح عليه السلام أو موسى، واحد يقول لي عفوا أنا يمكن قد يكون هذا الكلام كاذب، هذه النقودات، أنا عايز علم، عايز evidence، حدث، إثبات دليل علمي. من قوة الحجة أن غير المسلم هو الذي يكتشف هذا الأمر. ما إحنا كمسلمين لو عندنا وكالة ناسا، معلش ممكن أنا كمؤنس كعالم في الفضاء مثلا أطلع فوق في الفضاء وأقول لك إحنا أثبتنا ووجدنا هناك نجوم نابضة والقرآن تكلم عنها. ممكن واحد غير مسلم هيقول لي عفوا أنت كذاب، هقول له ليه؟ وأنت إحنا عم طلعناش الفضاء فوق، أنا إيش عرفني؟ أنت معلش يعني أنت مسلم بتقول هذا الكلام لأن قرآنك قال هذا الكلام، فأنت بتدلس أو بتكذب علينا. لكن لما يثبت هذا الأمر شخص غير مسلم بتكون قوية في الحجة بفضل الله تعالى. عشان كده الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يا سبحان الله. وأنا
هذه الدلائل وهذه الآيات، أنا مسلم من أجل ذلك بفضل الله تعالى، لأن القرآن أخبرنا بعلوم لها أكثر من 1400 سنة. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للحلقة، تنساش تشير كمان. عندكم أي أسئلة أو استفسارات تابعونا على صفحة قناة البينة أو على الصفحة الشخصية تبعي مؤنس علواني. والسلام عليكم ورحمة الله.